طيب شيخ تسأل ما معنى تقول العقيدة، وهل الدعاء يرد القضاء؟ العقيدة هي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، هذه أصول العقيدة. وسميت عقيدة لأنها يعقد عليها القلب ويجزم بها القلب. والدعاء من القضاء والقدر، إذا دعوت فمعناه أن الله قدر أنك تدعو الله عز وجل، لأنه لا يكون ولا يحدث إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم.